ها لحظة، عندنا أركة بس من وين أستجيب للرباب هذا؟ إيه هذا ما تشونج ها؟ مين هذا؟ كم يا رباب؟ 22 اوكي. How much تقول؟ ادري بس. شكرا يا رباب، هذا ما في صرف. في دقيقة، في ايش كذا؟ 22 قال، معناته هسه احنا من وين نجيب الاثنين؟ 22 يعني 22. ادري والله، ادري جاي تضحيني بس ماني اعرف. شوف خلاص اني اعرف ما شاء الله. تمام شكرا، خلاص والله يستاهل. شنو اشتريت؟ جبت ريد بول، قلت عشان ما انام. ما في قهوه، من وين اجيب قهوه بهالليل؟ كيف ما تجيب قهوه؟ في حليب مدري يصير، ما ادري ايش يصير. قهوه وحده ماكو. ليش مش جبت صبح؟ ماني عارف. دقيقة، احنا اعطينا فلوس بس وين الاغراض؟ والله وينها؟ اه يعني اي اوكي، مو في قهوة. يقول كيف صار؟ اوه تريبل يابا، تريبل والله تريبل والله. الحمد لله، والله الحمد لله. احزروا اليوم انا من قبل فترة فصلت يعني ملابس اثنين حلوين، فاليوم جربته بس ما لبسته، جربته واخذت صورة وحتى سويت فيديو بس ما نزلتها. ها لحظة، وين موبايل؟ شان ناسي الموبايل، ناسي الدنيا وناسي العالم. اقول انت سويتي دولمة؟ لا والله، يقولون دمت اكل الدولمة. أكلت بس مو سويت. أكلتي من وين أكلتي؟ من بيتي. يعني أمي وخالتي عملون دولمة. يعني أكلت. إيش بعمل كجوران؟ طيبة كان؟ مرة. طيب وكان؟ صرتي تأكلين دولمة؟ أنا أصلاً كنت أحب دولمة قبل أنت. إيه وبعدين شنو؟ بعدين بطلت. ليش بطلتي؟ من يعرف. ليش؟ من يعرف. ما حبيت بعدين. أنا أعرف تجيني دولمة باكر. أعرف، كنت أقول شوف قبل شوي. وش يلا؟ شو عرفتي؟ أشوف إكسبلور. لا، في 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 جديد اليوم شغله راح يجيني دولمة، بس ما اعرف، يمكن فما نعرف الدولمة هذا هل حقيقي ولا راح يطلبون، والله ما ادري. اليوم راح تجيني دولمة باكر. مين نوال؟ منو؟ مين يرسل؟ لا هذا أسرار المهنة. أصلاً إحنا كنا في البث شخصين بس، أنا وصديقي، ما حد سمع. والله أنا مش أفهم، كل البرنامج يعمل دور مع الأمور كل إكسبلور، ليش كلكم والله الكل صار يسوي دولمة. والله الكل اللي يبعد دولمة، كل الفيديو أشوف هيك أمور أعمل لك دولمة، أشوفتك أرسلك دولمة. بس أحلى دولمة كان من نوال، بس كان حامض شوية. في العافية. حامضة كانت. ها؟ في العافية. طبعاً لعد، شلون لعد؟ والله مش أفهم يا أخي، كل البنات الحين صاروا يعملون دولمة، يرسلوا على كل البنات. الو الو اي ترى اقول لحظه اول شيء بدون اعصاب، لا تعصب نفسك ولا بعدين بالكيبل، والله بعدين بس لحظه ايش فيك؟
شبيك لحظة، احنا قلنا الدولمة طيب بس الحموضة صوتك انت مدري حاطة لمندزي مديش حاطة انت يا اوهو رجعنا عن نفس القوانة، انت دولمة مالتش طيبة بس بس حموضة كان حموضة باكر من يرسل دولمة ايش عليك انت من يرسل لي دولمة انت اذا بيش خير في دبي فلازم ارجو من الجمهور لحظة أمار أمار أكل جاهز بينك بس لحظة يلا أني وأنت دور اللي شو اسمه اللي كنت صح هو الدولمة يعني أمار شو اسمه يلا باي مع السلامة شنو صار أنتوا تسمعون لا يقول عمار عدل شعرك لا حول ولا قوة إلا بالله يقول عدل شعرك بس لحظة لحظة هساني عدله يلا مين هذي عدل الشعر ها عفتوا كل شيء جيتوا على الشعر ها عفتوا الإضاءة الإضاءة ما خلص من عندكم مين هذي الشعر ما خلص من عندكم نوال ما خلصت من عندكم الله العظيم زعلت لأنه قال عليها كانت شو الحمد شنو؟ وشي اتصل على طول ها بس نعم شنو هذا؟ لحظة والله اني اشوف كل الاكسبلور ها؟ ولا شي شنو اكلت اليوم؟ قوزي اول خلاص غير شوي والله يومي اكل قوزي طيبه شنو هذه كل يوم تاكل قوزي قوزي والله طيبه ايش فيك انت لا طيب تمام بس مش كل يوم كل يوم غير شوي غير ثمن ونات ثمن ونات وناتي ثمانية كم سعر الشيشة يوم 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 الاعتكام ما تقدرين تخسرينا انا باكر راح احكم باكر راح يجيني دولمة اول شيء خلي بس اشوف لحظة باكر يجيك دولمة من يعرف أنا كم بنت شفت في الإكسبلور تعرف تقريبا 6 كلهم يقول على مر يلا أعمل دول معك يلا أعمل دول هذا 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 من طيب من طيبهم يعني الناس بتعمل خير تمام تمام خير ما شاء الله عشان يحج على الجنة طبعا هذا من كثرة الإيمان شوف علينا ليش ما يبعثوا الدولمة نحن كمان خير علي ولا حدا يجي ايش قال علي هذا انا ابعث الدولمة ولا بنت انت ما تريدين دولمة طبعا شوف راح اجرب جربي شوف شنو ما راح يقول ليش ما راح يبعث امتى نطلع مع اي بنت اقول اسهل عليها ممكن حبيبتي تعملي دولمة علي وتبعتين راح تشوفوا شكرا كلكم هلو شكرا الله راح اشوف علي علي شنو ثاني وين يا ولد شنو هذي كمان اتصال يا صيدة تسحب فوتو وش تعمل وش هذا فوتو بال اقول علي اعطي فوز اسحب هيك يا اخوان انا ما افهم شغلة واحدة دمت انت توافقين الامر ولا لا شنو هذي توافقني
ولا لا، بس خلي احد شو بعدين قول لي هل صح ولا لا. تمام. اوكي مش فهمت. يلا انا اسمع الحين. ايه انا استغرب من شغله واحده، سبحان الله، يعني اعمار بيد الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، يعني شوف مثلا واحد يقول دير بالك هذا الشيء راح يمرضك وهذا الشيء مدري شنو وانتبه هذا الشيء يضر للصحة، وفي ناس اهتموا بصحتهم 100% ولا يدخنون ولا مهتمين رياضة وكل شيء، وفجأة تلاقيه صار عنده سكتة قلبية وتوفى ومات هو في عمر ما شاء الله عليه كل شيء ما بي، فجأة مات. فالأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، وفي عمرهم صار 100 سنة هم يدخنون وما تركوا جيجاير وصاروا يدخنون حتى التتن القديم، هذا التتن اللي يفتحوه يجي ويحطوه هذا بدون حتى فلتر ما بي، هذا شربه وكله شو اسمه بين وما شاء الله عليه عمره صار 100 سنة وخلاص، يعني بعد 100 سنة بعد شنو بعد هو بعد يعني هلك، يعني عمر صار عمر كبير. فسبحان الله، صح ان الواحد يهتم بالصحة، بس يا اخوان والله الاعمار بيد الله سبحانه وتعالى. اعلان يا اعلان، انا مسوي اعلان، اعلان ما شنو مال الموت يا اعلان اعلان دخان والله ما ادري. فبصراحة يعني بصراحة انه طيب هذا كلش طيبة. تحذير اعلان تحذير اعلان ما يصير في اللايف. منو قال ليش ما يصير؟ مو عليه قالوا هذاك اليوم انا كنت افرش عطر تبعي قالوا شيء. لحظه خلينا نشوف قطريه شنو رايك اللي حكينا هسه قبل شويه. شوف انا اقول كل مرض عضوي اساسه نفسي. الله قطرية تدرين الفلسفة مالتك ما شاء الله عليك، فلسفة تدرين انه قطرية دارسة الفلسفة ما شاء الله، كل كلمة تقولها فيها ألف معنى ما شاء الله، جواباتها صريحة وضيحة صريفة على طول، فيلسوفة طبعا، هي سرطان بعد ما شاء الله. برج السرطان؟ أنا برج قوس. القوس شنو هما؟ قوس كتكوت. لحظة خلني نكتب برج القوس شنو ميزاتهم. برج القوس الكتكوت. لا لا القوس صح صح. امرأة نحن حساسين. ساحرة. شنو ساحرة؟ انت ساحرة؟ شنو ساحرة؟ احب اسمع اسمع. يقول الامرأة برج القوس من الشخصيات الفضولية للغاية. شنو؟ فضولية للغاية. فضولية شنو؟ يعني فضول. انت مثل من تقول شباب عندنا سالفة بعد البث، ها شني؟ لا فضول والله يان. يقول من الشخصيات الفضولية للغاية وتسعى لاكتشاف الأشياء الجديدة في الحياة، وفعلا تكتشف هيك شغلات أمور صح، كما أنها تبحث عن الحقيقة في الدولمة. لا لا في كل الأمور الأمر تبحث عن الحقيقة في كل في كل أمر. لديها جانب فلسفي. والله العظيم مكتوب فلسفي. لديها جانب فلسفي في التفكير وتحب اكتشاف الفرص الجديدة والخيارات المتاحة أمامها ولا تيأس في ذلك. لسه لسه شنو هذي؟ ليش هالصبت؟ ليش طاين علي مش حلو هيك؟ شنو يكتب؟ شنو يكتب؟
ليش نكتب؟ عمار هذا هذا يحكي اشياء غريب عجيب. لا قول شو قول يا قول قول لا والله يعني اشياء ما يا قول يقول قول منين اسمع والله ما ادري يحكي يقول في امور الماديه ويصعب على المرء امراه القوس ادخار المال في طبيعتها الشغوفه تجعلها في حاله مستمره لشراء المنتجات تجعلها تختبر الرفاهيه وخوض التجارب الجديده مكلفه سرعه تقول ايش تقول هذا فلسفه مش مكتوب مثل السفر لكنها في وقت ذاتها تعرف كثير تدبير أمورها المالية دون الوقوع في مشكلات الكتكوتية. كتكوت. صح هذا جملة كتكوت بصراحة. لا هو يقصد يعني إنه أنت من الناس اللي ما. أحب شوبينج صح. إيه. لا بس البداية انصدمت يعني فلسفة وفضول. أنت شفت برجك من قبل؟ لا. يلا شوف. خلي قطرية تشوف يهم سرطان يا نحن كيف نسمع الحين قطرية مش نسمع والله أشوف السرطان شوف إيش قايلين ولا وأنا أنا أشوف أنت ما تعرفين تقرين أترجم أنا أشوف صبري تمام أشخاص عاطفيون شنو العاطفيون شنو يقول عوفك من العاطفيون والرومان يقول على أساس إنه أشخاص عاطفيون لدرجة مفرطة شخص السرطان يتمتعون بقدرة كبيرة على السفر في العالم الأحلام وهم رومانسيون جدا وأحساسهم مرهف ويحبون الموسيقى والله مكتوب وإرادتهم في الحياة صلبة وقوية ويحبون الألوان المضيئة مثل الألوان الأبيض والفضي ميزات برج السرطان الإبداع يتمتع بخيال واسع يمكنه من الرؤية الأمور من جوانب جديدة ومختلفة مما يجعله خلقا ومبدعا برج سرطان في التركي شنو؟ يقول تعتبر من أكثر الأبراج طيبة أي والله إحنا طيبين لأنها تحب أن تساعد الآخرين من دون أن حتى من دون حتى أن يطلبوا منها تتمتع بالشخصية العفوية والبريئة وتتصرف على طبيعتها مما يجعلها قريبة من قلوب الجميع تنشر طاقة الإيجابية والسعادة أينما حلت لأنها تتمتع بروح جميل جدا تضع الآخرين والأشخاص مقربين منها أولية الأولية في حياتها وتفضلهم على نفسهم الله نفسها شو أنا عربي مالي صار ضعيف يا إخوان أنا أقول لك أنا شفت والله شوف والله طلع السرطان مصيبة يقول برج السرطان ذي الرجال يقول انت مرة خساسية ايه يعني قلبك خساس مو يخب مش تخبي حساسك يقول هادي اوكي يقول انت نايف يعني نازك شو نازك ايه بالكردي يا نازك إيه انت نازك ويعني تفهم كل شيء وتشوف قبل يعني تفكر يعني اذا عملت هيك راح يصير هيك يعني طبعا انا بمنطق يسموني عمار السرطاني الفيلسوفي هذا معروف انا فيه اصلا اشوف الامور من بعيد اصلا يقول اكثر شيء هنن يصيروا شفافات صغير
يعني مش هيك هيك ينشرون السعادة يعني. يقول هون يصير هيك. ايش دخل هذا؟ ايش دخل هذا؟ ايش دخل حلقي؟ من يعرف؟ لا هذا غلط، هذا هذا غلط والله. هيك يقول ايش دخل شفايفي؟ ايش دخل الحنك هذا؟ ايش دخل وجهي بالموضوع؟ يقول السرطان لي. انت مش سرطان يمكن تحب اسعاد عائلتها واصدقائها وتتمتع بالشخصيه حنون للغايه، تعتبر من اوفى واصدق الاصدقاء وتفعل المستحيل لاسعاد جميع اصدقائه. يقول سرطان اكثر البرج اللي رومانسي. يف يحب الرومانسي. ما اشوف حلو برجك ده سرطان ما شاء الله عليه، يعني من السرطان من الابراج الدائما المتفوقه في كل الامور. يعني اكثر شيء فهمنا انت حساس رومانسي وكثير حساس عندك. يقول الرجل السرطاني يفرض احترامه، كلامه المدروس وحضوره الهادئ، انصران هامان في كسب محبة الناس او الاصح احترامهم. الله هذا يحكي علي، هذا شنو الموضوع؟ الله مو يكتب كلان فلسف فلسف خلود يا خلود والله يخلص الكلام والله. شكرا شكرا 11 ون صح ما شاء الله. المهم طيب انا قبل شوي وعدتهم اغني اغنيه كرديه تمام من الاغاني مالتي، فانا صح غنيتها ذاك اليوم بس انا احب الاغنيه. اغني مالتك هذه يعني انت تغني؟ ايه طبعا تمام يا اخوان. هالمره ايه قولي هالمره راح نسوي، هالمره راح نغنيها بطريقه مختلفه. تمام تمام لحظه بس الو 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 ها شكو لحظة نجيب هذا اللخ نجيبه. لا مو هذا، مو هذا يا معود، يا معودين مو هذا. يا بعدهم كلهم اعتقد راح تسمعون شيء حلو يعني ان شاء الله. يلا ننتظر. مستعدون؟ ايه مستعدين يعني؟ يعني جاهزين؟ ايه اوكي يا اخوان. اكو فشي بث يبث صوت راديو والله العظيم.
اي انا سافرت تركيا وسويته. حلو. اي شو يقول؟ انا ترجمت مره هالاغنيه. هذه مره ثالثه ترجم. إيه انت لا تعلمين ماذا فعل هواك بي ولا تعلمين من كم جروح. هيك شيء. لحظه. والله في راديو. اي صوت راح؟ شنو راديو؟ مفاجأة. هذا لحن، هذا أغنية لحن فنان كثير احنا نحبه، نوجه له تحيات، عبد القاهر زاخولي. لحن لي هذا الأغنية كان قبل عرب ايدل. فتيوم شنو الصوت شبي الصوت يكرر هذا الأغنية لحنا قبل ما أروح العرب ايدل. فتيوم كنا جالسين أنا وعبد القهار، فقال لي هذا، قال لي، قلت له أريد أغنية من عندك من الألحان الحلوة يعني. قال أنا عندي أغنية كثير أحبها وراح ألحنها لك من كلماته وألحانه. فهذا كان الديمو لما سواه. ديمو يعني تيست، يعني بصوته. هذا تجريب يعني. حبيب. هذا الفنان عبد القاهر. هذي صوت عمر صغير. مو صغير، كبير بالعمر. تعرف كم سنة أكبر مني؟ هو مواليد يمكن 73، الله يحفظه. مواليد 1973. يجي صوته مو صغير. اي هو يصعد صوته حلو. اي فهذا كان من اعماله. انا بصراحه اعتز بيها جدا الاغنيه هذا. والله بصراحه هو لحن لي اغنيه ثانيه بس اني صوتي والله ما سجلتها، وبقت كثير يمي والله الاغنيه. لحن لي اغنيه ثانيه بس انا ما سجلت، وان شاء الله يعني يمكن يوم الأيام. ما أعرف إيش صار من الأغنية، قديمة جدا. هذه نكمل بعدها. ها؟ سجل بعدن. إيه إن شاء الله. دمت. إيه. إن شاء الله موفقة. واحترمي نفسك. احترموا نفسكم. هي دائما تقول احترموا نفسكم. اوكي انت كمان احترموا نفسكم، انتبهوا حالكم تمام. طيب ما تجي احترموا نفسكم يعني اوكي. طيب ان شاء الله موفقين يا رب، وان شاء الله بالصحة والسلام. امين امين. نتمنى لكم الموفقية دائم ان شاء الله يا رب، توفقين بكل شيء. احنا كمان نتمنى هيك والله. ان شاء الله ان شاء الله امورك كلها تمام. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عمركم كلكم ان شاء الله. عمر الكومنت شنو؟ ان شاء الله عمر الكومنت طويل، وان شاء الله الكومنت الله يحفظكم. عمركم كلكم عمركم كلكم ان شاء الله طويل، وان شاء الله يا ربي تكونون في احلى صحه جيده تماما يعني. انت كمان احلى صحه جيدة جيجين. شو قلت انت؟ احلى صحه جيده. اقول لك صحه جيده. كومنت كله يمي غريب. شنو كلهم يقولون؟ يا مو اسمع يا مش اسمع. يقولون خلي تغني. والله الكل يقول خلي تغني فين ليالك. فين ليالك لسه مش زبط. بش بك بش
بشرة. اي بشرة 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 دمت. شو وقت تحفظين صور لي اغنيتي؟ مو بعد لي انت لي موسيقى الكلام. اه طيب الكلام انا بقول لك الكلام وانت اكتبيها. مو في الحين فلك جنبي. مو هسه باكر اكتب مثلا صور لي وجهك. صور لي وجهك خلي اشوف شلون دمعك هم نزل مثلي. هم نزل مثلي. اوكي انا بحطها على طبقه صوتك وتغنيها. تمام. دمت اغنيتي تجنن الجديد. يجنن والله. انت نسمع يعني. انا مستعجل بس اريد تصير العيد ان شاء الله. اوه طبعا البرج مالتش يقول انت فضوليه. طبعا فضوليه و... شو يغني هسه اغني. انت كل حاجه مستحيل مستحيل اغني. طيب غني سناب. سلمي لي على داريا كثير. تمام عليكم السلام. انا زعلان من عندها بصراحه اليوم. ليه شو صار؟ خلاص بس قول لها عمار زعلان منك وما عليك بس هيك. شو صار؟ امزح كل شيء تصدقين. انت تقول ما اصدق عليك. لا طبعا لا بس قالوا داريا. قلت لهم لا داريا هيك. المهم سلمين لي عليها. تمام. ساعة شقت 4:30. هي بعد الفصلات بعد 3:30 يمني 4:30. الساعة انت في دبي. طيب يلا دمت شوفك على خير. شوفك على خير. مع السلامة. مع السلامة. باي باي باي. إذا سوف هو بروفيسور باي. أنا الآن فيلسوف. بروفيسور. ترى أنت إحنا ما سمعنا منش أغنية. عبالك تي راح تمرين مرور الكرام ونعوفك. مش أقول. يلا خطية والله الناس يريدون أغنية. يلا سمعوا أغنية ونروح. يلا. تمام. يلا سمعينا. أغني شنو؟ كيفك؟ فن ليالك والله لسه مو ضباط. أمر الصوت راح. إيه عشان تغنين. لا هذي. يعني حتى اذا انا ما احكي يبين اني صوت راح. ايه يبين. شش الصوت مو يروح الصوت الحلا. شوف راح. افتح. شوف اجا. اجا. تقدرين تسوين هيجي ما تقدرين؟ كيف تسوي يعني مش عندي في السماعات تكبس على ايه؟ هذا سر المهنه. قول. ما اقدر. سر المهنه هذا. يلا سمعيني. يجي صوتي هيك. شوف بدون ما اسوي اي شيء. شوف هذا كل ايد تحت. طب بدون ما اسوي شيء. هاي كيف كمان تجيب؟ انت قلتي هذا الايد ماكو. ها الحين هاي عمل هيك. تكبس. يلا سمعينا. يلا يلا يلا. سلام عليكم. شنو يا لا والله انا دا اسمع راديو باذني. ايش انتم ما تسمعون؟ مو في عندنا. والله شعري طويل صار. تم اغني هادي.
احلى شيء انه هي تختصر الاغنيه، تغني بعد مقطع. هذه يقول شعر دولين جولدن كتير جنشين بوغدن. كيف اقول لك لما يقولون اشعار صوتهم شنو شنو شعر؟ Gençliğim dizler üstüne çökmüş. Kapaklarının sevda yolunda. Ve sen, ve sen ay yüzüm kurumuş yaprak. Hadi kifi göçer tarif. Asıl. Yani kurumuş yaprak gibi dışarı kendin. صح لسانك دمت شكرا. وشكرا على أغنية جميلة والموسيقى جميل وما شاء الله اليوم شكرا. غنيتي صح. Thank you. نشوفك على مش خير اليوم أغني غير صح. أحلام سعيدة ولطيفة إن شاء الله. شنو؟ يعني مش كل يوم أغني صح. شنو؟ أنت غنيتي هذا. أنت قلت هذا اليوم غنيتي صح؟ لا انت تغنين صح بس المرة الكاريوكي كان تحفة. تمام. ايه شكرا. مرات كاريوكي ما يكون على صوتك شوية صح. فرق يصير، هي ما تقدر صح. تجيب الطبقات تروح تغني طبقة أقل. أنا عارف التون صح صح؟ ايه صح. تصب علينا على أساس احنا ما ندري واحنا ندري أصلا. تضحك علينا. يلا يلا شوفك على خير. باي. شوفك على خير. أشوفك باي. على خير مو أشوفك. أشوفك على خير. باي. يلا باي. السلام. باي فيلسوف. منورين جميعا. أهلا وسهلا. خلاص هذا يا إخوان هذا الأغنية داخل رأسي. احكي لكم الاغاني اللي داخل راسي من ضمنهم هذا بديت اطيب ودام اخذت القلب تاركني لمن الله على الشال. مثل الرزق مره وزينبي همين.